تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. واحد، هل يستعد 1,000,000 يهودي لمغادرة إسرائيل؟ اتكلمت مع حضراتكم قبل كده عن اليهود اللي هم من طائفة الحريديم. قلنا إن اليهود الأرثوذكس أو الحريديم أو ترجمتهم الأتقياء أو موقف إسرائيل بتشوفهم اليهود المتطرفين، الحريديم دول عاملين أزمة من فترة طويلة جدا لأن هم بيدخلوش الجيش، وبالتالي الإسرائيليين بيقولوا إن هذه الطائفة بتخشش الجيش وإحنا اللي بندفع الثمن ومفيش عدالة في الدم في هذه الحالة، إحنا معرضين لمخاطر وهم لأ. قلنا قبل كده إن بن جوريون هو اللي إداهم تفرغ لقراءة التوراة والتلمود، وكان 400 طالب سنة 51 أعفاهم من الجيش، لكن وصلوا 2023 إلى 70,000 طالب اللي هم مش هيدخلوا الجيش وخدوا إعفاء لتفرغهم للتوراة وللتلمود. وقلنا إن موقفهم إنه هم شايفين إن قراية التوراة والتلمود والعبادة هي التي تحفظ إسرائيل، وهم مجموعة متماسكة إلى حد كبير، بيروحوا بشكل جماعي المعبد كل يوم 3 صلوات في المعبد، بتلاقي ان شكلهم متقارب سواء في القبعة السوداء او الزي الاسود على الابيض. بنشوف برضو الشكل اليهودي الارثوذكسي المعتاد لدى جميع ابناء هذه الطائفة. هم شايفين ان الجيش حرام وان الجيش ضد الدين اليهودي وضد التوراة، لأن الجيش فيه اختلاط مجندين ومجندات وده ضد الشريعة اليهودية، كمان الجيش بيشتغل يوم السبت وده ضد الشريعة اليهودية، وكمان الهيئة الدينية بتاعتهم هتتغير لو دخلوا الجيش وده كمان ضد الشريعة اليهودية، وبالتالي إن هم لازم يدخلوش الجيش وإلا كده بيرتكبوا أخطاء كبيرة جدا في حق الدين وفي حق التوراة. لما أثير هذا الموضوع وأبناء التيارات الأخرى قالوا إشمعنا دول ورفعوا دعوة في المحكمة العليا 2018 وأخدوا حكم إن هم لازم يدخلوا الجيش، وجات الحرب 2023 وبعد كده لقوا إنه فيه كتير من الجيش الإسرائيلي في قتلى كتير وإصابات كتيرة وبالتالي محتاجين يجيبوا ناس ويجندوا ناس آخرين، فقالوا طيب يلا نجند الحريديم بناء على حكم المحكمة. لما راحوا بقى يتكلموا الحكومة الإسرائيلية يتكلموا مع الحاخام الأكبر للحريديم اسمه إسحاق يوسف، فالحاخام الأكبر إسحاق رفض الموضوع، قال لهم لا مش هدخل الجيش، الجيش حرام وإحنا مش هدخل هذا الجيش، وده كلام حاسم ونهائي بالنسبة للحريديم. إسحاق يوسف هو ابن عفاديا يوسف اللي هو الزعيم الروحي لحزب شاس، وهذا الحزب من الأحزاب الداعمة لنتنياهو، وبالتالي نتنياهو في مأزق لأنه إسحاق يوسف ابن عفاديا يوسف اللي هو الحاخام الأكبر للحريديم ابن الزعيم الروحي لحزب شاس ضد تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي. إنما الجملة الخطيرة اللي هزت إسرائيل هي الجملة اللي قالها الحاخام إسحاق عفاديا يوسف أو إسحاق يوسف. قال إيه الحاخام إسحاق يوسف؟ قال إن إحنا مش داخلين الجيش، ولو أنتوا مصرين هنسيب لكم إسرائيل وحنغادر كلنا بشكل جماعي إسرائيل ونعيش في بلد تانية. هما كام؟ 1.3 مليون يهودي من الحريديم، أكتر من 1,000,000 و3 من عشرة تقريبا، بالضبط 1,280,000 يهودي في الحريديم. فقال ان احنا ماشيين كلنا جمعاء هنسيب اسرائيل واحنا نعيش في بلد تانية، وده معناه طبعا صدمة في اسرائيل. فالوزراء في الحكومة والتيارات الاخرى قالوا ازاي الكلام ده، يعني ايه يمشوا ويسيبوا اسرائيل؟ وهل هم اصلا يقدروا يعيشوا بالطريقة بتاعتهم دي في اي بلد غير اسرائيل؟ وكمان بعضهم قال الله طب فين بقى الحلم الصهيوني والمشروع الصهيوني، ده الموضوع بسيط مع اول مشكله قالوا هنسيب اسرائيل ونمشي. اللي بيهدد مش شخص واحد، ده بيقول ان 1,000,000 يهودي هيسيبوا اسرائيل ويمشوا اذا انتوا مصرين تجندوهم في الجيش.
طبعا في ضغط الناحية التانية، طيب هنمنع الفلوس من المدارس الدينية علشان خاطر نضغط عليهم فيقبلوا انهم يدخلوا الجيش، وبدأ فعلا تنفيذ هذا الضغط. والمشكلة ممتدة لأن لها أبعاد دينية زي ما قلت لحضراتكم، عند طائفة الحريديم الذين يوصفون بأنهم اليهود المتشددين أو طبقا لهم اليهود الأتقياء. الأزمة دي موجودة منذ فترة لكنها بتتزايد، وعدد الحريديم هيوصل سنة 2035 يعني بعد كام سنة إلى 2 مليون، طلع رقم كبير ومؤثر في إسرائيل. لو كل دول ما دخلوش الجيش، كل دول متفرغين لقراءة التوراة ولقراءة التلمود، كل دول قاعدين متفرغين للشريعة وينادون بتطبيق الشريعة اليهودية في إسرائيل. كمان أغلب أبناء الطائفة من الشباب، 60% تحت العشرين، وبالتالي المستقبل في كتير من الحريديم المؤثرين في إسرائيل اللي هم ضد الدولة بهذا الشكل والجيش بهذا الشكل، وبيفتي كتير منهم بأن هذا الجيش لا يمثل الإيمان اليهودي ولا يمثل التوراة، عشان كده هذا الجيش حرام ومش هينضموا اليهود الحريديم إلى الجيش الإسرائيلي، رغم أن هم مؤيدين العدوان الإجرامي الآثم على غزة. ده موضوع وده موضوع، هو بيتكلم على الأخلاقيات اللي موجودة إنها ضد الشريعة اليهودية، لكن بيتكلموش على قتل الفلسطيني الأبرياء ولا قتل الأطفال ولا قتل النساء، لا بيعتبروا ده طبيعي وعادي ومقبول، إنما اللي مش مقبول الاختلاط أو إن هم يشتغلوا يوم السبت أو ما إلى ذلك من الضوابط الدينية في رأيهم طبقا للشريعة اليهودية. إذن تهديد مليون يهودي أو إسحاق يوسف الحاخام الأكبر للحريديم بأن أكتر مليون يهودي سيغادروا جمعاء إسرائيل إلى الخارج، ده عمل هزة كبيرة جدا في إسرائيل. إزاي بقى عمالين نقول وطن قوم لليهود وإن ده وعد الرب والهيكل الثالث والمعبد الثالث كل الكلام ده، ونيجي في لحظة خلاف بسيطة جدا في التجنيد مليون واحد يهددوا بمغادرة إسرائيل بشكل جماعي؟ إنما ده لم يمنع إنه دول الحريديم مؤيدين لكل الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ووصولا إلى 5 شهور وشوية أكثر من 32,000 من الشهداء الفلسطينيين، أكثر من 70,000 أو 75,000 من الجرحى والمصابين، كمان بنتكلم عدد من المفقودين وتدمير بقى معظم المنازل تقريبا في فلسطين. إنما يظل زي بنقول دائما الصمود النفسي للشعب الفلسطيني البطولة في مواجهة الكارثة، هو ده أهم ما يميز الموقف الفلسطيني في هذه الأزمة غير المسبوقة وهذه الكارثة غير المسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية. الإيمان بأن كل ده هينتهي إلى ما يجب أن يكون، أن كل احتلال إلى زوال وأن الدولة الفلسطينية قادمة، وإيمان أساسي. وقلنا أن موقف مصر الذي عبر عنه الرئيس السيسي باستمرار هو أنه يجب إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وبحسب الرئيس يجب أن تكون هذه الدولة عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة. الدولة الفلسطينية قادمة شاء من شاء وأبى من أبى، وكل احتلال إلى زوال. 2 أسبانيا عام 711 قصة الأندلس. عام 710 تبدأ القصة الطويلة الأندلس، 800 سنة من الحكم الإسلامي في الأندلس. والأندلس هو الاسم اللي أطلقه الأمويين على هذه البلاد اللي هي تضم أسبانيا وجزء من البرتغال في شبه جزيرة أيبيريا. سنة 710 كان في مدينة سبتة في شمال المغرب حاليا، وهذه المدينة كانت آخر معاقل البيزنطيين في شمال إفريقيا، مدينة سبتة المغربية. وبالتالي حاول موسى بن نصير أنه يتجه غربا وأن هو يفتح مدينة سبتة آخر معاقل البيزنطيين على البحر المتوسط في شمال إفريقيا، لكن الحاكم بتاع هذه المدينة سبتة اسمه جوليان كان قدر يصمد قدام موسى ابن نصير، ولم يستطع موسى ابن نصير فتح سبتة
نتيجة تصدي جوليان والمجموعة اللي معاه بقوة للمسلمين الذين أحاطوا بالمدينة. لكن بعد شوية جوليان نفسه اللي هو حاكم سبتة البيزنطي جات له رسالة، وهذه الرسالة من بنته، وبنته كانت موجودة في القصر الملكي كعادة بنات العائلات الكبيرة الارستقراطية في المملكة القوطية ومملكة القوط، انهم عشان يتعلموا البروتوكول والاتيكيت ويتعلموا الثقافة، يتعلموا ازاي يتعاملوا مع المجتمع السياسي والمجتمع الراقي، وكمان فرص للزواج والمصاهرة مع العائلة المالكة او مع نبلاء الأسرة المالكة حول المملكة القوطية. انما حصل انقلاب ملكي هناك قاده الأمير ريدريك ضد الملك اللي موجود، وحصلت مذبحة عدد من الأمراء، وأيضا حصل اعتداء من الملك الجديد ريدريك على ابنة جوليان حاكم سبتة. فابنة جوليان بعتت رسالة مع حد ثقة وصل إلى سبتة، فصدم جوليان لما أرى هذه الرسالة، فقرر الانتقام من ريدريك اللي هو ملك القوط الجديد لسببين: سبب شخصي متعلق بما حدث مع ابنته، وسبب آخر متعلق بأن هو كان له صلة بالملك السابق ويمثله، وأن هذا الانقلاب كان واقف ضده داخل الأسرة المالكة الأسبانية أو الأسرة المالكة القوطية في ذلك الوقت. بناء على ذلك قرر الانتقام، فراح لميل لموسى بن نصير وقال له أنا هسيب سبتة، بل إننا كمان هساعد في الدخول، وحرضوا على غزو أسبانيا أو غزو بلاد الأندلس فيما بعد أو فتح الأندلس، وقال له إننا هساعد وهدي مساعدات كتيرة في هذا الإطار. طبعا في جدل بين المؤرخين في هذه القصة، إنما ده سياق عام موجود لدى أكثر من مؤرخ في أكثر من كتاب. موسى ابن نصير بعت للخليفة وقتها، والخليفة الوليد بن عبد الملك بعت قال له ان لا انتوا عندكم بحر كبير وممكن يحصل مشاكل او سفن تغرق، قالوا لا ده خليج صغير اللي هو مضيق جبل طارق، لا ده احنا نعديه بسهولة ونوصل هناك، فبس يدينا الفرصة ولا تقلق. فقال له طيب خلاص يعني خليك حذر، فبدأ فعلا كلم طارق بن زياد وادوا الامر ان هو يعدي الى الجانب الاخر. طبعا في القصة الشهيرة ان طارق بن زياد وهو قائد أمازيغي مسلم اللي طلع من شمال إفريقيا لفتح بلاد الأندلس سنة 711 ميلادية، في كلام إن هذا القائد قال الجملة الشهيرة بعد ما حرك المراكب: البحر أمامكم والعدو خلفكم. لكن عدد من المؤرخين الكبار بيقول ده كلام ما حصلش، لا طارق بن زياد حرك السفن ولا قال لهم البحر أمامكم والعدو خلفكم، ده كلام مش صحيح ولا أساس له، وإن مش ممكن قائد عنده حنكة واستراتيجية يعني ينهي تماما فرص العودة ويحرق المراكب، ده سلوك طبعا لا يمكن يمثله قائد حكيم، وإن ده طبقا لمؤرخين كتير لم يحدث أصلا، لا حرق المراكب ولا قال عدو أمامكم ولا خلفكم ولا كل الكلام ده حصل. إنما عدى طارق بن زياد في كلام تم استخدام مراكب ساعد فيها جوليان إلى الجانب الآخر لمجرد اشتباك بسيط، ويدرس الموقف ويشوف هل جوليان ده بيغرر بيهم ولا ممكن يكون حليف، وبغض النظر عن جوليان انه اصلا يقدر يسيطر ولا لا على بلاد الاندلس اللي فيها طبعا خيارات كتيره زي ما قال لهم جوليان اثناء اغرائهم بغزو هذه المنطقه. لما قام طارق بن زياد بفتح الاندلس كان بقى رودريك اللي اتكلمنا عنه ده موجود في الشمال، فرجع للحرب لكنه انهزم امام القائد طارق ابن زياد، وكان دي بداية بقى تأسيس الأندلس بعد كده. وزي ما قلنا في حلقة سابقة إن بعد شوية وصل أمير أموي شاب معاه مساعد اسمه بدر، وهذا الأمير الأموي الشاب حفيد هشام بن عبد الملك هو عبد الرحمن الداخل أو صقر قريش، وراح عبد الرحمن الداخل واستعان بقبائل يمنية اللي كانوا على خلاف مع القيسية، فأيدته قبائل اليمنية، وكمان أيدته الناس اللي موجودين من موالي بني أمية، وكل دول نجحوا ان هم يقيموا له إمارة قوية، وهو اللي أطلق اسم الأندلس على هذه البلاد، وأسس إمارة أموية لغاية ما جاب عبد الرحمن الناصر وأعلن ان هذه الإمارة هي خلافة، وقعد ملك الأمويين في الأندلس 300 سنة، بعد كده فترة ارتباك ثم 400 سنة من ملوك الطوائف انتهت
بأبو عبد الله الصغير اللي هو آخر ملك على غرناطة، اللي هو سلم المفتاح وقفل الأندلس بعد 800 سنة، الأول طارق بن زياد والآخر أبو عبد الله الصغير. إذن بعد معركة وادي برباط اللي انتصر فيها طارق بن زياد على رودريك، وساعدوا ناس من الأسرة المالكة اللي كانوا ناقمين على رودريك، بقوا طابور خامس لصالح المسلمين، ساعدوا في هذه المعارك. إنما بطولات طارق بن زياد وبطولات الفاتحين المسلمين الأندلس كانت الأساسية في هذا الانتصار في هذه المعركة الفاصلة وادي برباط. بعد ذلك بدأت مملكة القوط تتفكك، وبعد 5 سنين انهارت في طليطلة، واستمر الحكم الإسلامي 800 سنة زي ما قلت لحضراتكم. إنما البداية فيها شبه من النهاية، لأن في البداية كان في ناس ناقمين في الداخل، وكان في ناس في الداخل استعانوا بالخارج على الداخل، إنما كمان برضو كانت النهاية كده، لأنه بعض ملوك الطوائف المسلمين استعانوا بالإفرنجة ضد ملوك الطوائف المسلمين الآخرين، وبرضو حاولوا ياخدوا الدعم بتاعهم في مواجهة الآخرين، والإفرنجة استغلوا هذا الموضوع في أن هم عملوا كتير من الضغائن وأضعفوا المسلمين نتيجة هذا الصراع، واستغلوا أن عندهم عملاء في الداخل وطابور خامس أيضا وحلفاء من ملوك الطوائف، وأسقطوا في النهاية الحكم الإسلامي في الأندلس. لأن في قواعد ثابتة، رغم طبعا أهمية العقيدة الأساسية في هذا الأمر، إلا أنه في جزء ثابت في السياسة، في قواعد في السياسة ممكن تكون ثابتة وقابلة للتعميم في حالات عديدة. تماسك الجبهة الداخلية في أي ثقافة وأي حضارة بشكل أساسي بتكون حامية للبلد. تفكك الجبهة الداخلية يساعد على الغزو الخارجي أيا كان هذا الغزو. تفكك الجبهة الداخلية اللي حصل في عهد ملوك الطوائف كان فرصة لتدخل خارجي أدى إلى سقوط هذه المملكة العظيمة بعد تجربة زاهرة استمرت 8 قرون كاملة. قواعد السياسة شبه ثابتة، وبالتالي دروس السياسة مهمة جدا جدا، وقراءة التاريخ مهمة، لأنها مش مجرد متعة أو مجرد اطلاع، إنما كمان هي عظة واسترشاد، والتاريخ وأكبر مستشار لصانع القرار. اللي حصل قبل كده أكتر شيء ملهم لصانع القرار، وبيدرس احتمالات مواجهة التحديات أو تكرار تجارب التاريخ. كان ذلك موجز عن أسبانيا سنة 711 حين فتحها طارق بن زياد، ثم انهارت مملكة القوط سنة 720، ثم استمر حكم المسلمين 800 سنة في الأندلس وصولا إلى أبو عبد الله الصغير الذي أغلق الباب كله بمغادرة غرناطة بعد 800 عام من حكم المسلمين للأندلس. وفاصل ونكمل. ثلاثة، لماذا تحدث العالم عن إفطار المطرية؟ إفطار المطرية شهر رمضان 2023 قلب الدنيا، 2024 قلب الدنيا أكتر وأكتر، CNN، CBS، وسائل إعلام أوروبية كبرى، روسية، صينية، كل العالم تقريبا يتكلم عن إفطار المطرية. الإفطار الرائع ده بدأ بأنه بعض الشباب في المطرية في القاهرة كانوا بيلعبوا كورة مع بعض من 10 سنين، وبعد الكورة قالوا نفطر مع بعض. كان عددهم كبير ما ينفعش أي بيت يستوعبهم، حطوا ترابيزتين ثلاثة كده في الشارع وقال لك نفطر في الشارع. أصحابهم قالوا لهم طب وش معنا احنا؟ فالمرة اللي بعدها انضم أصحاب في أصحاب لغاية ما بقى إفطار المطرية الشهير. إفطار المطرية شهر رمضان 1445 هجرية 2024 ميلادية كان إفطار عظيم وحديث العالم. 10,000 وجبة تم إعدادها، كان الطباخين على أعلى مستوى، والشيفات قدروا يخدموا هذا العدد الهائل في 5 شوارع، وعلى امتداد 3 كيلو قدروا يدبروا أو يعدوا 10,000 وجبة رائعة. إنما بعض أبناء المطرية بيقولوا إن كان 30,000 شخص موجودين
لأن في ناس جابوا أكل بطريقتهم وانضموا إلى هذه المائدة مئات الترابيزات اللي كانت موجودة في هذه الشوارع. دبلوماسيين عرب وأجانب حضروا، رجال دولة من مصر حضروا هذه المائدة الكبيرة، وبعدين المنظمين لهذه المائدة عملوا لجان لما خلاص بقت مائدة عالمية وحديث العالم، عملوا لجان تنظيمية بيشتغلوا قبلها بشهرين، يوجهوا الدعوات للي من خارج المطرية قبلها بأسبوعين، وبعدين بقى لجنة اللي هي خاصة بإن هم يجيبوا الحاجات اللي هيتم طهيها، ولجنة خاصة بمتابعة الأكل نفسه، ولجنة تقديم الأكل على الترابيزات، ولجنة أصلا اللي هو فرش الترابيزات، ولجنة للزينة اللي موجودة في الشوارع، ولجنة للاستقبال وتوديع الضيوف. يعني عملوا شيء مذهل جدا استحق أن يكون حديث العالم. إنما كمان الأكثر روعة في هذه المائدة الأسطورية إفطار المطرية 2024 إن هم رفعوا علم فلسطين ولبسوا الشال الفلسطيني وهتفوا لصالح فلسطين. فالمائدة أو إفطار المطرية كان رائع من كل جوانبه. فتحية للي قاموا على هذا الإفطار الرائع، إفطار المطرية 2024، وتحية لكل الرائعين في مصر بيفكروا في أفكار رائعة وجذابة لا يمكن إلا أن تحظى بالتقدير الشديد والاحترام الكبير. وكل سنة ومصر أعظم. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.